مرحبا، أنا فارس عازف جيتار. رح كون معكم بدروس نظرية وعملية رح نحكي فيها عن طريقة عزف الجيتار وعن المقامات الموسيقية الشرقية والغربية وغاني مشهورة رح نختارها سوا ضمن منهاج موسيقي احترافي. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تقدروا تشوفوا الفيديوهات القديمة والجديدة. حتى نبدأ تعلم الجيتار لازم يكون عنا الجيتار المناسب لمرحلة طويلة نوعا ما. رح نحكي اليوم بدرسنا الأول عن طريقة اختيار الجيتار المناسب يلي لازم نعزف فيه. مثل ما بنعرف صار في مئات الشركات اللي بتصنع الجيتارات بأشكال وأنواع وألوان كتيرة. اليوم رح نحكي كيف فينا نختار الجيتار الصح المناسب حتى نتعلم ونعزف فيه. حتى نختار الجيتار لازم نراعي نقط كتير مهمين، إن كان كلاسيك أو أكوستيك أو الكتريك أو حتى بيز، بغض النظر عن الماركة أو اللون أو حتى سعره. النقطة الأولى لازم يكون مريح بالعزف، المسافة بين الأوتار والزند تكون قريبة أو طبيعية. النقطة الثانية ما يكون في صوت خزة أو يكون في شيء بيعيق صوت الوتر الطبيعي مثل هاي. والنقطة الثالثة اللي هي برأيي أهم شيء إنه يكون التون صحيح أو العلامات الموسيقية الموجودة بالجيتار يكون ما فيها نشاز وطبيعية. هذا الشيء حنقدر نعرفه بمساعدة برنامج الدوزان أو التيونر، رح تشوفوا الرابط تبعه بالدسكريبشن أسفل الفيديو. خليكم معي. طبعا نحن بهي الطريقة رح نعرف إذا كان التون صح ولا لا. طبعا رح تطلبوا من البائع إنه يدزون لكم الجيتار صح. حنبدأ بهي الطريقة، آخر وتر تحت، حنضغط على أول خانة لازم تطلع باللون الأخضر، الفاديز اللي بعدها، اللي بعدها الصول، صول ديز، وهكذا حتى نوصل للنهايات. وطبعا هذا الشيء حنعمله على كل وتر. طبعا إذا كان في اختلاف بسيط جدا فما حيكون في مشكلة، ولكن الأفضل إنه ما يكون فيه، وهيك بنقدر نختار جيتار صح. اللي حابب يسمع الموسيقى اللي كانت مرافقة للفيديو وغاني تانية من عزفي فيكن تلاقوها بقناتي اللي مخصصها الكفرز والأغاني الجديدة، الرابط بأسفل الفيديو. وما تنسوا تتابعوني على انستغرام وفيسبوك حتى نتواصل بشكل مباشر.